بسم الله بسم الله. السلام مرحبا بكم، شكونوا لاباس؟ السلام ان شاء الله تكونوا لاباس. كما قال لكم مجود حاب يبدا هو الفيديو ونسلم عليكم برشا برشا برشا، وحبيت نشكركم على كلامكم المزيان في الفيديو اللي فات، وسامحوني لتو ما خلطتش نجاوب على التعليق. شنو باش نقول اي سيدي كي بنسيدك. نبداو ديريكت في الفيديو. هذايا الخبز الابراج، ديجا شاركته معاكم في فيديو بالتفصيل، التفصيل الممل تنخلي لكم رابط الفيديو، راني برشا مرات نعاود فيها ما نصورش. لهنا ديجا عملته قبل بنهارين وخبيت العجينه في الفريجيدير ومديتها باش نعملوا بها فطور الصباح. تو نخلي لكم رابط الفيديو تحت الفيديو هذا، اعملوا عليها طله جست المره الاولى هكا، لازمها شويه تركيز ومن بعد تشوفوها سهله على الاخر اذا تتبعوا لي زاستوس الكل، وتوليوا ديما تعملوها وخاصه الصغار يحبوها على الاخر. ويرحم ميم تكسي وليد على الوصفه هذه التونسيه الزمنيه الكافيه. هاي على الاخر شيخنا عليها. وهذايا معون البارح اللي طيبت فيه تارت وكنافة وتاي هكا هاو، توا خليته بعد ما شاح ليلة كاملة باش نخبيه. الحاجات الدورية ما ننصحكمش تغسلوهم في اللافيسيل، راهم بالتجربة مع الوقت يتنحك الدوري الكل، خاصة الدوري نتاع عزيزة ما يقعد فيه شيء. بس تخبي العجينة وطيبها نهار آخر. ليش على العجينة نتاع هذا. أول ماما نخبيها ماما. يا ربي تشبيني يعني من البارح اليوم وانا نطيح في الحاجات. بسم الله. والحقيقه راهو عن طريق الصدفه وقتها على الصباح مره ماني قبل بنهارين عجنا العجينة وطيبت الطبق الأول، ومن بعدها صار ظرف وليت خبيت ما يعمل لي طبق آخر،
قعد معنا هيك كان نهارين ولا حتى يمكن 3 أيام نسيت بالضبط. وكما شفتوها طلعت ناجحة على الاخر، معناها تنجموا تخبيوا عجينتكم في الفريجيدير هكا على الصباح، مدوا تعملوا الكعيبات اللي تحبوا عليها. سخون يا حرب نجمش نقص. طري من الداخل وطايب في حقه. في حقه. ايوه صباح الخير. قول صباح الخير. قول صباح الخير. يا سون. اه يا ماما رجع عشان تقول هيك. تبقى قهوة تشنور. تيجي تصور وتخرب يا خليمه. نعم يا مجد. يا اخي انت مش تقعد بعدنا كل يوم كل يوم من بعد تروح. لا مش مروح، مش نخطفوه. تحب نخطفوها؟ لا. ها؟ لا مش يقعد كل يوم من بعد يروح. انت تحبوا يقعد؟ لا تقعد كل يوم. اي انت تحبه يقعد بحذانا ولا ما تحبش يقعد بحذانا؟ حبه انا. بعد امشي روحنا على الخميس. انت تحبه يقعد المهم. اي اما هو امشي روحنا على الخميس. نقعد نستنى. سلام. هاكي عزمت الكل. تحبوش الشهدة مهدي؟ الشد تحب عصر له حسافي الشد. ما وانا محب الشهد. واني عكسك تماما. قول انت اللي حصل كل الشد. ما حب الشد كويزي سابرش. تحب الشد انت؟ هاي انتي شد وتحب الشد يا مجود. لا انا مانيش شد، انت شد. انتي عسل الملا. لا قلبي ما هدي شد. يا لمونة. ها بسم الله ما شاء الله عالشهدات محلاهم. شبيك يا مجود؟ شي. انت شهد ولا عسل؟ شي شي. انا مجد. عنده حق. عملت شلغوم ساي؟ اي تاو نعملك قدمة بالريكوتا والعسل؟ شام شلغوم تاو شلغوم اخر. ايوه يولي اخضر. ليش الريكوتا خضر؟ انا مش ناطي كان مش ناطي الكبال. مش بدك تقعد تصيح. تعيطش ما تعيطش ما كانش معك. قول مش الحق. اي قول بسم الله. بسم الله صحي. بسم الله. شنو باش نعملوا يا امين؟ خبز حلو. خبز مش حلو، هو ما يتعمل بالسكر. خبز نتاع العاده. حطيت 600 ملي لتر ماء دافي مش سخون برشا. ونحطوا 3 خميرة. سألتوني المرة الأخرى قلتوا لي مش برشا 3 شكاير خميرة، 11 غرام هي مش برشا. عرفت نجموا تعملوها بـ2 شكاير أكاهو، أما بـ3 شكاير خير تخمر بالقدا وتربحك وقت. حابين نحط مغرفة. شو أنت مغرفة وهو مغرف؟ مغرفتين سكر كبار مش معبين ياسر. صحي تو أمينة. علاش ما عطيتنيش هكا نشد؟ لا على خاطر السكر ينجم يطيح. باه حرك يا مجد. ترى هو مش اني باه باش تعجن انت يا مين. حركة ومجد باش تعجن يعني هو عمل اكل. لا لا لا
مين خبط حبتين به بدك تسخنها هي شوية باش يذوب السكر ونغطيها ونخليها حتى تكشفين تطلع لفوق ناخذ شوية سكر ناكلو التعجعيج اللي تشوفوا فيه هذه الكل وراهو خاطر الطنجره مدهونه بشويه زيت رغم اللي غسلتها اما مازلت معبيه من البرة شويه وقت وتو يتنحى حتى النار راني بشويه بالكل تشوفوها تقول الزيت تحرق ولا بس عليه راهو زيت النار بشويه بسم الله بسم الله نسيت ما استعملتش زيت القديد هلا غالب ديجا شاركت معاكم هذا القديد كيفاش عملته تاع العيد اني راني من محبين الكوتليت حتى في العشاء نحبها
لهنا ما فوحت بحتى شيء، كانش فلفل احمر خاطر القديد معبي بالملح. فيه مفوح بالجديد. ومن بعد نشوف شنو ما اللفاحات اللي لازم نزيدهم. باش نمرق العجة، الى حد الان راني ما حطيت ليش حطيت رايف ماء. نمرقه ديما بالماء سخون خاصة الفخارة شميتة. وبالطبيعة زدت حطيت الثوم المفروم، شطر الكمية اللي شفتها في اول فيديو، ماء الغالب ما تصور ليش المقطع هذيك. العجة راهي ما تجيش بلاش ثوم، دونك اكيد اكيد راني حطيت. بيها باش نمد لك رهبتك مجهود، انا غلطت فيها خاطر لا هيك ما تمشي. خلط لي انت العجينه مجهوده. ايوه من اتاسيون شغاله. باي برش لي ديك بالقداب بالبرودوية ومصمص مليحه. مصمص مليح ديك. باي لهنا حطيت رطل الفرينه باش نزيدها مرطل السميد. شكون خلات لي انت؟ شكون يعمل لي خبز بنين؟ شكون؟ ايش ولدي خلات لك هكا؟ استنى عاد نحطوا لها زوز مغارف صغار ملحه. انا ما نعمل لكش خبز بنين، طلع انت تعمل لي بيتزا بنينه. اي خلت لي الملح في الواحده بس ياش ما تطيحش. يو علاش كنور؟ طول ما تيكم بعد انت تعملي الدائرات بعد يديك مش تخون عليك. شوية ما تعمل شيء مزال تخون. استنى يبرد شوية، استنى كي تخلط في الفرينة يبرد. نجمش تمسوي يحرق ترى. حطيني نحب. شنو معناها تمسمس؟ معناها تعرف حاجات ما تهمكش، تهم حاجات عباد اخرين. شبيك انت قاعد تنسس على مهدي؟ واصح التليفون. وعلى خاطره محروم معناها احنا حارمينه من التليفون، ديما يحب يحط راسه في اي تليفون. مش حكايه تحب يشوفك انت فاش تعمل ولا ما نجي نخلط هكا سي بون. نجي نخلط هكا شنو هي الكلمه اللي بعدها؟ سي بون. سي بون صاحبي. انا تعلمها من خالي مهدي سي بون. هيا سي بون خلط. تعلمت منكم. انت قلت لهم سي بون. هي ماشي سي بون، هي سي بون. خلو طيح. اغسل يديك بالقدا ويجي. انت هاك غسلتي يديك ليش اقعد خلط؟ شويك ولد. خيلاني. هاي خلط في ساعة شوي ما عادش بكري. بدري يجي يفطر لنا. لا لا كي يروح يفطر، يا اما يفطر في الخدمة يا اما يفطر مأخر كي يروح. هذا مهدي أبان خبز تاكلو في حياتك يا هو إن شاء الله. عملوه أمين ومجد. ديما نعملو فيه بنين على الأخر بالحق. يعملوه هما أبان من العجينة. كنت باش نقول قلتلك انا يعني الخير. هيا هيا خلط زيدو 8 مغارف زيت. مغارف زيت هكا بالعين انا مقمرتهم.
نحسب حتى الثمانية يجيو ثمانية مغارف. صحيتو صحيتو كيف بس نخلط الكل صحيتك يا مين صحيتك كيك صحيتك يا مجهود يا بطل صحيتك يا مين ردك عبورة كبيرة ترى بعد ما بعد ايديك اما تخلي ردك عبورة كبيرة ويعطيك منها بيه نحب نرد معاك كيك انا نجمش نردك شي يعطيك تكعبر وحدك عملها ترى عملها ما امين كعبورة كبيرة مجد لحظة هو بشي يعطيك كعبورة دربوكة دربوكة عندك ايش دربوكة نعطي الأمين والمجهود ده أقصنا لازم نحطه فرينة فوق الطاولة ايه هابش نحطه ليه فرينة زي بابا 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 هني ما تيجي كعبة كعبة صغيرة هاك حصل مو حط لي فرينة حطين مو حط لي حطنا حط حط نخلطها بالفرينة هاد ليه فوق هذاك شو عمو نعملها هكا شوي هكا شو قفاصة وبعد تلمح ماش بكري تو هيجي منا مجهود هكا بحدة مونك ماما ماما زلت ليس ولانا حبيت هكا نزيد شويه سينوج مش الخبزات الكل اللي في الصحن الشاد لا الدارت شو الدارت نيت ما تي الدارت هزاني قدامك ها يبدو خايفين من ماما شكونهم يضربوني بالعصا
خلينا بقايا كلهم. يا تطرفيه بالعصا مش انتي. ها اللي عند الامير من اقبل خوفهم ما تضربهمش بالحار. اني يا تطرفيه بالعصا. انت شكون يضرب فيك وليد؟ لا من اقبل. من اقبل كانش تحلم. هذه أسرع بريك نجم تشوفه في حياتك. شوية ما أبنوش. بنين بودش. ما أفهم باش يكون أفضل به. نخلطها لهيسا. خلطها. كما زلت ما خلطهاش. ريجوتا. سايبوا البيت. ناحي سايبوا البيت. موزاريلا ديك الضحك موزاريلا. شوية كارت خمار طن 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 طن. أجواء تونسية على قاعدة سمعت. ها؟ أي جات في الصبر أصبر أخا واخد الشيء ده بعد الكرة هنا بعد سخال الكعبة التونسية سخال كبار على خاتم. هذايا يا سي مهدي كي تجي باش تعمل هكا طاولة وتزين يمشي في بالك باش تزين؟ ها يمشي في بالك معني عندك نية باش تزين؟ يجيك الفار بوفريرة يجيك البطيخات الكل. هذوما شطر ديجا الشطر الاخر فقت بيه ولا وحده في البوبيلة حاشاكم. هذايا الشطر الاخر ما فقناش بيه كيفاش قاعدين ياكل ولا على بالو زادا الفار تسلل هكا بعد مشى ياكل الفار مو فريرة هي تسللو. تعرفوا الفايرة؟ وهذو ما الخبيزات حضروا ما شاء الله ما شاء الله شربوا هذيك الأكلو سخونين طيبين في حقهم. تحطهم من برا تيبولك في دراج. هذا البريك سوابع شويه فريت زيتون هريسه مجهود زاد تابع الحكايه عاودت بطيخ اخر وانا باخر على امل يقعدوا باش نجم نصور. انا ما نستابع الحكايه شويه كسلاطه ها هاي العجه نودكم وما نشهيكم. نبداو بشكون شكون اول واحد؟ مهدي تحب عظمة رايبة ولا طيبة؟ ماما انا اول واحد. انت اول واحدة خليت تسلمين الرابع الاخرين. لا انت الرابع بيه انت الرابع وين الخامس؟ لا ايش الخامس؟ ياسين ياسين يا إيه؟ انا رابطر يا رابطر
قول هنا نسيت شنو عليكم اهم حاجه القديد راهو يجينا طري بالطريقه اللي شاركتها معاكم في بعد العيد. شوفوا ها طري شارها على محلاه خذ يا مش تستعمل مش تقعد كول بنين 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 جربوها الطريقة بتاع القديد هذايا فكروني هنا نوري فيكم اللي هو معناها باهي ماهوش يابس وشايح فجأة انقلب الطقس و مطر تصب ما شاء الله وين نشوفوا المطر ولينا نفرحوا ربي يديم علينا الغيث النافع ان شاء الله. وتم بقى لي كامل شنقولكم بالسلامة الى اللقاء استنونا في الفيديوهات القادمين.